معنا من الرباط محمد علال، المدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء المغربية. أهلا بك معنا. الآن مع إعلان السلطات المغربية أنها تمكنت من فتح الطرق في مدينة الطرق الرئيسية في مدينة تارودانت، كيف سيؤثر ذلك على جهود الإغاثة في هذه المنطقة؟ السلام عليكم. قبل التطرق للسؤال، أود في البداية أن أترحم على أرواح شهداء الزلزال وأن نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأن ندعو بالشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ بلدنا المغرب من أي مكروه. إذا سمحتي أستاذتي الكريمة، سأعطيك نبذة عن المجهودات التي قامت بها وزارة التجهيز والماء من أجل فك العزلة بعد الزلزال. فبلغ عدد الطرق المتضررة 20 طريق على طول 460 كيلومتر، هي الطرق التي كانت مقطوعة مباشرة بعد الزلزال. المديرية العامة للطرق بدأت تدخلها عبر تدخيل الآليات 4 ساعات بعد الزلزال. 4 ساعات الآلات كانت في عين المكان، وتم إصدار أول بلاغ مع 4 صباحا من يوم السبت، أي 5 ساعات بعد الزلزال، عن حالة هذه الطرق. في البداية قمنا بفتح العمل على فتح الطرق المصنفة، طرق المهيكلة الكبيرة اللي كان طول ديالها 460 كيلومتر، وطرق وطنية إقليمية جهوية مع بعض المسالك المجاورة، وهذا إلى حدود يوم الأحد، أي يومين بعد الزلزال، 87% أي تقريبا 90% من هذه الطرق كانت مفتوحة. من أجل ذلك كان تسخير واحد العدد ديال الآليات، 85 آلية في البداية، حاليا عندنا 174 آلية بعين المكان. كل الطرق المعبدة مفتوحة، ولكن الآليات تبقى بعين المكان. الآليات تبقى بعين المكان لأن هناك تساقط الأحجار من قوة الهزة التي عرفها المغرب، ما عرفتها المنطقة، مجموعة من الأحجار هي غير ثابتة وتتساقط بفعل الهزات الارتدادية وحتى بفعل الرياح، فبالتالي الآلات كتكون موضوعة في أماكن حساسة وكيسهل عليها تدخل إلى كان هناك انقطاع. الفتح ماشي فتح كلي، واخا كنقولوا مثلا الطريق راه فتحنا 100%، هذا لا يعني بأنه مثلا العرض كامل، ولكن في البداية كنديروا عرض كافي قصد المرور، ومن بعد ذلك يكون توسيع موازي مع مرور القوافل. بالنسبة للسؤال ديالك أستاذتي الكريمة، طبيعة الحال الطرق هي شرايين الحياة. أنا شاهدت بأم عيني وأنا في عين المكان، كلما وصلنا إلى منطقة تنبعث منها الحياة من جديد، لأن ولو أن المقطع الموالي ما كيكونش مفتوح، ولكن الناس كيجيو لهذاك المقطع اللي مفتوح باش كياخذوا المؤونة ديالهم. الجرحى كينزل داك المكان باش طيب. ياخذوا باش مثلا ياخذوا سيارة الإسعاف. تحدثت عن الطرق المعبدة، ماذا عن الطرق غير المعبدة والتي تربط بعض القرى بالمجال الحضري؟ تربط بعض القرى بالطرق، ماشي قاعدة بالمجال الحضري، ولكن بالطرق المعبدة. نعم. هو المجهود الكبير، نقدر نقول لك بأن 80% ديال هاد الطرق اللي هي على شكل مسلك غير المعبدة مفتوحة، ولكن خصنا نعرفوا واحد القضية نتابعوا ليها، هو أن هاد أي طريق وخا البيت واحد فهو كنعاولوا نحاولوا نفتحوه. دونك بالنسبة للطرق المسالك اللي كتدي للتجمعات السكنية المهمة، فغالبيتها مفتوحة والأشغال إلى 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 اللحظة جارية. نعم، محمد علال المدير العام للطرق بوزارة التجهيز والماء المغربية، كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.